لكم في كلام فيلي للناس اللي تابعوا فينا طوال هذه الحلقة اللي تمتد معاكم طوال ساعتين من البث الإذاعي. اليوم نحكيوا على المواطن التونسي في ظل هذه الظروف وفي ظل كل القرارات اللي تم اتخاذها من طرف الحكومة. الناس اللي تابعوا فينا الكل، زوز أرقام مجعول على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا وتتواصلوا في موضوع حلقة اليوم. 31 380 1058 550 706، مرحبا بكم باش تحكي وتعبروا بكل حرية، وهذا هو المغزى من هذا الموعد، الناس انه تحكي وتفضفض وتكون قريبة من هذا البرنامج. مهم برشا انه نسمعوكم ونتفاعلوا معاكم، مهم برشا زادا في إطار هذا الموعد مع تفاعلات الأخصائيين اللي حاضرين معنا في الأستوديو، كل من سين بن صالح أخصائية اجتماعية ومروة بن عرفي مختصة ومعالجة نفسانية. باش نفتح قوس صغير بما أنه زميلتنا سندس الزواوي اليوم عيد ميلاد صاحبتها أميرة إدريسي، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، برشا عيد ميلادات اليوم، ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير، ان شاء الله يا ربي بالحاجات الباهيه كل في المستقبل. كيف كيف الصحفيه جيهان طويل تقول البنت خالها ريم طويل مبروك الامتياز في البكالوريا بالمعهد النموذجي بنابل بمعدل 17.25، مبروك ليك اذا ريم طويل، وكيف كيف مبروك كل من اجتاز بنجاح هالامتحان هذا امتحان البكالوريا. نزيد ذكركم بالأرقام، 31 380 1058 550 706، زوز أرقام تخليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر في آخر حلقة في موضوعنا اليوم. نحكي على كيفاش باش يتعاملوا الناس مع القرارات اللي تم اتخاذها. ناخذوا محمد معنا على التليفون. محمد مرحبا بيك. كيف عايش بنتي فرح؟ شنو أحوالك يا سيدي؟ الله ينور بنتي، والله يعيشك وربي ان شاء الله يبك عليك الستر، والله يرفع علينا سقمه بنتي. امين يا ربي، امين يا رب العالمين، امين يا رب. سي محمد الله يرحم والديك، الله يرحم والديك بنتي على هالبرنامج، الله يرحم والدين والديك. يعيشك يعيشك يا سي محمد، مشكور والله. حبيت الليله نشارك ونفرغ قلبي والله العظيم يا بنيتي، يا البلاد ريتي تونس بنتي. تونس راهي تونس ما غير ما نكسر معاك الحديث ياسر. شوفي بنتي، انا في استطاعتي نجم نعطيك حتى نمر بطاقه التعريف نتاعي، وهذا كان نمر التليفون انا باش نقول كلمه الحق من غير ما تعطينا نمر التليفون ولا نمر بطاقه التعريف. انت حر، هذا فضاء حر مفتوح لك باش تحكي وتفضفض. سي محمد تفضل. يرحم والديك. شوفي بنتي، كون في المو هذوما اللي عملوه اللي هالدوله هذه عملته. شوفي بنتي، نحن كنا عايشين، والله عايشين في نعمة، كنا عايشين في نعمة. أنا إنسان مستوى سنة ثانية ابتدائي، قري في وليداتي والحمد لله الفضل كله يرجع لربي، معيش بنخدم خدام في المرمى، الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. لكن المشكل وين تا وقت اللي حصرونا كيما هكا بنيتي، إيش باش نصرف عليهم؟ واحدة في الجامعة في جندوبة، وواحدة لهنا في تونس في الجامعة، وعندي في البلاد غاديك فهمتي، معناها الباك ما نجحتش فهمتي، تحت كنترول معناها هنايا مصاريف. محمد انت البارح كلمتنا؟ لا بنتي مش انت، لانه البارح كان فما محمد زيد اللي كلمنا وقال انه اليوم باش يرجع يكلمنا باش يعطينا الريزولتا نتاع بنته ولا ولده يظهر لي في البكالوريا ان شاء الله بنجاح. الله ينور بنتي، ان شاء الله ان شاء الله بنتي. ان شاء الله يا رب. شوفي بنتي بالله سامحيني بنيتي، توا نحن تونس، هي تونس، تونس بالحق، وتونس اسم مؤنث، ونحن شادين ثلاثه رؤساء، ورئيس الحكومة ورئيس الدولة رئيس مجلس التأسيس، ثلاثة رؤساء. احنا في القانون ما عندناش الحق، الرجال الراجل ما عندوش حق ياخذ زوج نساء. شفتي بنتي الموضوع وين؟ كل واحد يحكم وحده. ثلاثة ثلاثة معناها شوفي بنتي ما تركبش، احنا الديمقراطية يحكوا على الديمقراطية، احنا نتاع الديمقراطية، احنا ديمقراطية ما تجيش بالطريقة هذه. شعب تحت الصفر بنتي، شعب تحت الصفر. انا كنت جيت ناخذ منها الدوله دي، ناخذ منها حتى في 50 دينار برك،
صدقيني 62 سنة إلا نعرف روحي نهار معناه خليت لاقي أنا ولا خليت حاجة. ما راهو نحكيك على معناه على ظروفي نعرف في الفاميلا نتاعي مئات هي حصرونا توا حصرونا في العيد الصغير حصرونا في العيد هذا يزادوا حصرونا بنيتي والله بصراحه احنا انا نطلب من ربي ان شاء الله يرفع علينا سقمه ان شاء الله يا ربي وهذا انا نحب نفرغ قلبي انا ما نسيرش نخلي لغيري الله يرحم والدين والديك بنيتي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الليله الجايه نزيد نطلبك ان شاء الله. هذه اخر حلقه سي محمد شمن الليله الجايه. حق بكري انت قلتي اخر حلقه باهي بالنسبه نرجعوا للظروف نتاع الاعياد. سيدي قلبك تفضل مرحبا. نرجعلها. تفضل يا سيدي. اي بنتي. بنتي شوفي الظروف اللي هي ماديات ماديات وقت اللي كانوا الوليدات يقروا في الابتدائي المدام كانت تبنن بيا كي نروح نجي لهنا لتونس نقعد هكا 20 يوم مسحير نروح تلقي باكس في كيف هذايا كانت تبنن بيا وما ثوره ويجا قلبت الامور وكبرت عليا المسؤوليه وجامعات معناها كبرت وخدمت على مرمه راه والمرمه تو سيئه وانا شكون اللي ينجم يدبر خدمه في المرمه بالحق راه نكلم فيه قسما بالله دريت انت سي محمد في الفتره الاخيره هذه فتره الكوفيد لقيت مجموعه من الاشكاليات انك تتحمل مسؤوليات العائله اليوم في ظل الاوضاع هذه. لا يا بنيتي نقول لك الواقع المسؤوليه متحملتها المراه بصراحه. بصراحه. انا نخدم لهنا نبعث لها نخدم هنا في تونس نبعث لها فهمتي كل جمعه نبعث لها 150 دينار اللي كتب من ربي. هي كانت قايمه بالعائله ما هي خاطيه ما نكذبش عليك لا ربي فضلها ربي فضلها الواقع الواقع لكن وقت الامور كبست بصراحة سي وليت نخمم كان نحط راسي على المخدة نخمم كان على البنيات يقروا خاطر ثلاثة هما بنيات يقروا معناها جوزة هنا في تونس وواحدة في جندوبة توا سامحيني بنتي بنتي وقت تهز التليفون تقول لي يا بابا ركوب باش نروح ولا المصروف ولا بعث لي المصروف واش باش يكون الرد نتاعي جاربي وجاربي عايش بنتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس التأسيس يجاوبوني على السؤال هذا برك بنتي صدقيني إلا تحطمت أنا ولادت عندي بنتي في جدوبة كلمتني قالت لي يا بابا من كثر معاملتي مع العباد معناها ريتي اللواجات اللواجات الكل عندي أرقام صدقيني كلمت اللواجات فهمتي مشى عليها وجاب وصلها لي لهنا لتونس. سي محمد تقعد معانا اكيد باش يتواصل الموعد هذايا في الشبكه جديده في الشبكه الشتويه جديده لانه يعني ظاهر قلبك معبي باش تحكي لي على المدام وعلى الاولاد وباش تحكي لي على الظروف الماديه لكن باش نعاود نرجع سيرين نزيد نذكر بالناس اللي قاعدين يتابعوا فينا انه سيرين بن صالح اخصائيه اجتماعيه مروه بن عرفي مختصه ومعالجه نفسانيه بكري نعمل هكا المروه لانه حبيت نقول مروة سيرين انه الناس اللي تتكلم اليوم باش تحكي على وضعية صحية هشة تحكي على قرارات صدرتها الحكومة كلها بعلاقة مع الحكومة في حد ذاتها المجلس التأسيسي تقريبا وكأنه فما تأسيس للوضعية هذه كانت نجم تجاوبنا سيرين. ايه طبيعي فرح انت بكري تحكي انه التونسي كي تمس في القوت متاعه في خبزته ما عادش الحكومه في حد ذاتها تبدا القرارات متاعها ما هيش واضحه خاطر ما يعرفوش رده الفعل متاعهم وذاك هو اللي صار التونسي تمس في خبزته ووضعه الاجتماعي والاقتصادي في الاسر التونسيه تعب برشا ودخلوا بعضهم معناتها ولي وما عادش مركزين مع الوضع الصحي ومع الارقام نتاع الكورونا ومع الكونفينمون ومع البافيت ومع الوضع هذاك الكل ولا ما عادش يعنيهم بقدر انهم ينجموا يعيشوا ينجموا يصرفوا على صغارهم ينجموا يتنقلوا راهو فما مصروف فما تنقل فما قرايه فما دواء فما كري فما ماء فما ذو معناتها شارج كبير برشا شارج كبير على انسان ما عندوش ما مدخول معناتها السي محمد يحكي اللي هو عنده كان بطاقة تعريف انا اللي فهمته منه ميم دفتر العلاج المجاني ما عندوش خاطر لا عمره خذا مساعده لا عمره خذا منحه معناه هو ما هوش موجود اساسا على البلاتفورم تاع
شؤون اجتماعية. دونك ما ينجمش ياخو ما ينجمش يتمتع بحتى شيء. هذي المشكل اللي عايشينه التوانسة اليوم واللي خليهم ما يحترموش قرارات الحكومة، والأتعس من هذا ما يحترموش الحكومة في حد ذاتها وكهيبة الدولة اللي كنا نحكيو عليها. دونك بالنسبة لهم هي ما احترمتهمش، فهما ما يحترموهش وما يحترموش قراراتها ويشككوا في القرارات متاعها. باش نرجع المروة، بما أنه مروة في كل مرة تقول اليوم ما لازمناش نسيسوا القضية، اليوم لازمنا ناخذ مسؤولياتنا بيدينا، اليوم لابد أنه نحن نكونوا أصحاب القرار في الوضعية هذية. لازم برشا وعي من المواطن باش يتفادى هالكارثة الصحية هذية. اليوم لابد انه ننساو الحكومة واداء الحكومة والقرارات، لازمنا نلتزموا بالقرارات ولازمنا نحميو انفسنا ونحميو الناس اللي عزيز علينا، حتى من الجانب النفسي لابد انه نتماسكوا اعصابنا ومش اخر الدنيا كما قلت انت بكري مروة. يعطيك الصحة، يعطي الصحة سي محمد على التدخل متاعه. قال من الاول نحب نفرغ قلبي، الاوبجيكتيف متاعه انه هو يفضفض ويخرج شويه من كل الحاجات اللي مقلقين. دونك انا اللي حبيت نقوله صحيح راهو في وضع صعيب وما ينجمش بنته تروح والا ما عندوش مصروف، جو سوي توتا في داكور معاه، ولكن حياتنا عزيزه علينا. الكورونا باش يجيها نهار ويوفى، مش تقعد حياتنا كامله، معناها تقعد عام عامين ستة شهور اخرين وتوفى، ولكن الانسان اللي مشى راهو ما عادش باش يرجع. دونك حياتنا لازمنا نعطيوها هي البريوريتي قبل كل شيء. احنا وصلنا في فتره من الفترات قلنا خبز وماء والمهم حاجات من نوع هذي. تويك زاد كيف راه لازمنا نستحملوا ستيم بيريود ترانزيتوار صعيبه، جو سوي داكور نعيشوها، ولكن حياتنا لازمها تكون هي في السومين، حافظوا على حياتنا هذيك اهم حاجه، ومن بعد تجي التفاصيل اللي باش ياكل اللي باش يخرج اللي باش يخلص لي شارج نتاعو اللي تحكي عليهم سيرين والحاجات هذيا الكل. راهو هذيا حقيقه صحيح، ولكن كي باش نحطوها هي في السومات واللي حياتنا ماش عندها قيمه. نعطيو القيمه الكبيره لحياتنا الاولويه، واننا نبقاو على قيد الحياه احنا والناس اللي نحبوهم والناس اللي دايرين بينا الكل، ان شاء الله يا ربي تزيح علينا هالغمه، ولكن احنا نقوموا بدورنا. ومن بعد اللي كتوجي نفكركم راه الكورونا بشتوفه سوف كل انسان اللي مشى راه ما عادش مش يرجع. دونك هذيا فريمون ما لازمناش ننساوها، لازمنا ديما نردوا بالنا وقبل ما نعملوا اي حاجه والا نقول انا تمسيت في قوت اليوم راه نجموا نقعدوا نصبروا نعيشوا باللي مويا معناها الدبوغ ليميتي على الاخر، ولكن ما نعرضوش حياتنا للخطر، ما نحطوش الريسك فيتال اني انا باش نمنع والا لا والا باش نقعد نستنى حتى نلقى سرير نتاع انعاش ونلقى كل الاكسجين، ما نوصلش روحي الوضعيه كيف من هكا، لان نجم ما نلقاش هذا الكل وتمشي في حياتي هكاكا خساره. دونك فريمون باش ما نوصلوش لازمنا برشا برشا وعي، ما نربطوش روحنا بالحاجات الماديه، نخليو الهدف نتاعنا هو البقاء على قيد الحياه والمحافظه على التوازن النفسي والعقلي. سي تري امبورطون، رانا قاعدين نلوجوا على ليكيليبر مونتال اي بسيكولوجيك، كي نخلطوا نحقوا هذوما حتى نوليو نراو انه الماكله والشراب والخرجات والحاجات العاديه اللي كنا نعملوا فيهم هذوكم دي بوزوان فيزيولوجيك ناخذوا منهم لو مينيموم باش نقعدوا، ولكن ماهمش هما في اعلى السومي وما لازمناش نركزوا معاهم، هما اهم حاجه. راهو هذا وضع نتاع وباء عالمي، العالم الكل تبدلت نسق حياته والريتم تاع حياته سور لو بلان ايكونوميك والا سور لو بلان سانيتير سوسيال وغيره. احنا ماناش منعزلين من العالم، احنا نعيشوا من العالم، نكونوا هكايا رصينين شويه ونتحلوا وما نقعدوش نقولوا رئيس المجلس رئيس الحكومه رئيس هذا ورئيس الاخر، هكاكا ستان سيركل فيسيو باش نقعدوا كيف ما البول دو نيج تمشي وتكبر والمشاكل تزيد والازمه نتاع الثقه باش تزيد، ماناش باش نوصلوا الحل. به انت قلت انه العالم كله يعيش في نفس الوضعية، اليوم المواطنين يستغيثوا، اليوم المواطنين والتوانسة يحبوا على التلقيح باش يحميوا انفسهم باش يحميوا الناس العزيزة عليهم. اليوم بعد ما كنا خايفين كما قلت انا في حلقات سابقة خايفين على كبيرنا، اليوم زاد خايفين على صغارنا على اولادنا. تقريبا اليوم نحن نطالبوا الحكومة انها تجيب لنا التلقيح وانه تقوم بدورها كحكومة كي سو ريسبكت اللي تحترم نفسها وتحترم ذاتها، تحقق للشعب ابسط اساسيات الحياه انه حق العيش والحق في الصحه، وهذه مبادئ دستوريه نص عليها الدستور. اليوم الحكومه لازمها تفيق، اليوم الحكومه لازمها تجيب التلقيح للتوانسه، لازم تحمي مواطنينها. فرنسا اليوم في الفتره الاخيره تحتفل بالعيش بدون كمامه، تجاوزت فتره
الكوفيد، ونحن وين في هذا كل للأسف ما زلنا قاعدين نعانيه. خلينا نمشي وناخذوا اتصالاتكم على 31 380 58 550 700 وستة. ناخذوا سي كمال معنا على التليفون. سي كمال مرحبا بك، لأنه كله مقترن بالحكومة. تفضل. مرحبا. مرحبا وبيك وبالضيوف نتاعك الكرام. يعيشك. باهي، واول حاجه الساعة نقولوا تهانينا لجماعه الباك اللي خذوا الباك اليوم كل من شمال لجنوب. ان شاء الله مبروك عليهم يا ربي، ومو شويه فرحه في العائلات التونسيه. يعيشك ان شاء الله ربي يزيل علينا الوباء، وان شاء الله نفرحوا الناس كلها في انتي في قلب العائله. باهي، حبيت ادخل بريسك في الموضوع نتاع الكوفيد وكذا. ثم تهور كبير ياسر من الشعب، تهور كبير ياسر ولا موبيلات، وثم ياسر ناس تحكي. انا نحكي انا نتكلم فيك من قفص. انا ثم ياسر ناس تقول له كوفيد وتقول له الكورونا، ما يصدقش، خلاص قال لك ما ثماش منها الحكايه، يقول لك خدعه ولعبه سياسيه. وصوا انهم يشدوا يقولوا الدوله منها حتى اللي يموت بحادث اخر منه ولا منها يقيدوه على الكوفيد باش ياخذوا فلوس وكل لغه كما تعرف. فهمتي ولا؟ باهي، اللي هنا ما ثماش، ثم تهور كبير ياسر من الشعب، والشعب بصراحه يجهل الشيء هذا. ولو كان ثم واعي من الشعب وثم ناس فهمتي تحترم البروتوكول الصحي اللي عملته الدوله، رانا خير من هكا بألف مره. وبالنسبه هاك شفت الايامات اللي عداها من سي عبد اللطيف المكي وزير الصحه ودكتور تبارك الله، كيفاش كنا معناها الموتى 18 من الناس 20 واحد، توا وصلت للالوفات والميات، فهمت ولا؟ هذه هي اللي حبيت نقول، معناها الشعب بصراحه ماهوش واعي. انت معناتها تحمل المسؤوليه فقط للشعب. انت لقحت ولا ما لقحتش سي كمال؟ انا ما لقحتش، انا عاقب الناس، وثم اللي يقولوا له هاي برا امشي لقح وما لقحش، فهمتي ولا؟ انا ديجا نستنى في الدور نتاعي لاني ندوني، فهمتي ولا؟ قداش عمرك سامحني سي كمال؟ قداش عمرك؟ عمري برسك 50 سنه. 50 سنه قيد للتلقيح. اي قيد للتلقيح سي كمال. اي قيدت ونستنى في الدور نتاعي. اي نعم. اما سمع عباد قلت كينادو يقولوا برشا يمشي يلقح ما يحبش يلقح. ومش جاد عليهم الحكايه دي. علاش قلت لك ثم تهور كبير في الشعب؟ يعني النسبه الكبيره برسك 70% من الشعب مش من الدوله، فهمت ولا؟ اذا كان كل شيء لحكومه، كل شيء لحكومه يا اخي. الحكومه قال لك برمشي جامعه في قهوه بك الطريقه هذيك، الناس بعضها بعض لا كمامة لا حد شيء، ويعملوا في العروسات والمرشي تلقاه معبي والسبيسريه معبي وما لها لا كمامة لا حد شيء، وبعد يقولوا هاو العدوى انتقلت. معناها هنا الشعب ماهوش واعي، موش ما ثم ناس مش مسبقه كورونا خلاص. فهمتي تو ولا؟ هذا واش حبيت نلاحظ. مشكور سي كمال. فقط ثم ناس صحيح يمكن يعزفوا عن التلقيح، لانه هو في الاخير راهو اختياري. الشخص اللي يحب يلقح قادر انه يقيد نفسه ويمشي يلقح، لكن الشخص اللي ما يحبش يلقح زاد كيف هو معناتها حر، اكيد تدخل في اطار حرمه الجسد، وهذا زاد مبدا دستوري. لكن في آن آخر بعض الأشخاص باش يلقاو روحهم مجبورين أنهم يلقحوا، على خاطر كما يلقحش ما ينجمش يغادر تراب البلاد، ما ينجمش يسافر يتنقل بكل حرية، فيلقى روحه مجبور وكأنه اختياري إجباري. اختياري إجباري. فقط أنت عندك سيرين هو ملاحظة. الناس اللي خافت من التلقيح مش خافت خاطر الأغلب، خلينا باش ما نعممش كل شيء نسبي، الناس اللي خافت من التلقيح خافت خاطر زادة ما عندهاش ثقة في الدولة، وتقول لك أنا التلقيح هذايا لا أعلم وبالكش نموت وندرشنية، دونك مش ما يحبوش يلقحوا خاطر ما يحبوش يلقحوا وكهو. دونك ديما احنا كي نجيو نلوجوا ونشوفوا ديما عندنا هك المشكل وهك الصراع وهك الثقة ما بين المواطن والدولة. ناس خايفة من التلقيح تحكي على أني خايفة من التلقيح، البلاد هذه ما عندهاش فيها ثقة باش تجيب لها تلقيح صحيح. لكن بعد ما ولينا نشوفوا الناس اللي البرة في الأوروب لقحوا، وشفنا فرنسا اللي احتفلت وكل الناس ماشية وتقيد، خطر الشيفر متاع التقييد في الليفاكس ماشي ويطلع مش ما بقاش استابل. دونك الناس بدأت تتحسن وبدأت تؤمن خطر ما عندهاش حتى
حتى مهر بآخر كان أني تلقح معناه بديت تفهم. والحقيقة فما توعية تصير برشا هياكل تخدم على أني تسجيل في التلقيح من المجتمع المدني يخدم عليها مليح. دونك هو الحقيقة ما عنا كان أنه نلقحه وإن شاء الله يجيبونا التلقيح. فقط أنا باش نتفاعل مع الناس اللي قاعدين يبعثوا في دي ميساج يقول لك اليوم سي بلوز أورجان دو سوبفونسيوني لي بافيت كو الخبز. خاطر سي فري ريالمون واحد في العائله يستعمل عنده برشا انفار في العائله لازم كل ساعتين تقريبا يبدل البافيت صغار الام وبوه اللي هو يتكلف مصروف بودجي صحيح حي. دونك تطفي اما ديما تقعد حياتنا في السومي وهذيك الاولويه. وبالنسبه للبافيت وجالي توسا راهو نجمو احنا نعملو ما نستعملوش البافيت جوتابل نجمو ناخذوها البافيت ونغسلو نعاودو نستعملو خاطر هذيا مصروف جديد تخلى علينا ماناش مستانسين بيه. دونك باش نخصصو لها بودجي كيف ما نخصصو في بودجي ما نعرفش انا الخرجه والا نخصصو في بودجي سال دو سبور وحاجه ما باش تقولنا بها عاملين فينا يا فرحه سي لي جينا عاملين فيا. دونك كيف نخصصوا تبع البيدجي نتاع الماكله اللي ناخذ الخبز كل يوم او الخضره والغله وانت دي سويت نخليو زاده بارتي خاطر هذيا مهمه البافيت. اذا كان انا نشري وناكل وفي الاخر ما نستحفظش على حياتي باش نموت دونك اكوا سير. بلي انا خليني سيري. حاجه عشتها اليوم هاي. اليوم قابلت مجموعه شباب في الكباريه في ليسي الكباريه نوجه لهم تحيه فرحانه برشا اللي قابلتهم وخدمت معاهم. دونك واحده متلامذه تسال فيا علاش ليسي يحكي معناتها في الباب معلقين لازم تلبس بافيت هاي. تسال فيا علاش ليسي ما يوفر لناش البافيت والجي. نعطيك اكثر من هكا في مساحات خاصه اللي الليله تقريبا تقدر ب 300 دينار فما فوق وقت اللي يجيهم زائر. للأسف وقت اللي يجي زائر باش يمشي يطل على شخص مريض في الكلينيك وإلا مهما كان الليبي نتاعو الشخص هذاك اللي موجود في الكلينيك يقول لك لا من غير كمامة ما تدخلش به. أوكي هذيا من التدابير الصحية اللي لابد احترامها لكن أنت كلينيك تفكر الليلة ب 300 دينار ماكش قادر أنه توفر للزائرين نتاعك كمامة معناتها فريمون تقعد باهت تشوف دول البرة تدخل القهوة تدخل الغيستوران يوفروا لك الجيل الكمامة تبدا قاعد يجيبوا لك لينجات متى. للأسف اليوم عندنا قلة وعي وشح يظهر لي ولا قلة إمكانيات ما في استغلال جلولة الكمامة طلع سومها فجأة تفقدت ولينا نحكيوا على ما فماش كمامات في لي فارماسي ومن بعد طلع السوم نتاعهم ومن بعد بداو بشوية ملي كانت 350 فرانك بشوية طلعت توا خليوها في 500 ورانا ولينا نحكيوا على دوبل كمامة وكل ساعتين تتبدل ونحكيوا على عائلات فيها 5 و4. دونك احسب انت ما عادش لافابل ما عادش تحمي توا المشكل انه ما عادش يحمي توا لازم كل الكمامة الاخرى وتبقى بها ساعتين وتبدل ودوبل كمامة حسب التوصيات الطبية. دونك رانا احنا نحكيوا على شعب كامل مانيش نحكيو على رواحنا كهو ولا نحكيو على مجموعة كهو نحكيو على ناس على سي محمد اللي ما نجمش يروح بنته من الفوايي الفوايي بشي سكر. دونك معناه انا فهمت وضعيته الفوايي بشي سكر بنته شنو باش تعمل معناه يكلم لواج يعطي الصحة اللي هو روح له بنته معناه ناس ويحلى في حق الترانسبور نتاعها. خلينا ناخذوا تليفوناتكم على 31 380 1055 550 706. ناخذوا سي مجد معنا على التليفون. سي مجد مرحبا بك. الله يخليك اختي صحتك حياتي كل خير نحبك وان شاء الله خلص فيك كل حي وخير يعيشك يا سيدي يعيشك. الو هاي اخت الغالي قبل كل شيء قبل نحكي على استهتار المواطن وانعدام وجود الدوله حدا نقول كلمتين صغار باهي تفضل. قسما بالله اللي صار في تونس اليوم حرام حرام حرام. قسما بالله اللي صار في تونس اليوم حرام شنو هو؟ اعطيني اياك تفاصيل. حرام نقول لك شنو هو؟ نقول لك شنو ومانيش نحكي حرام بالمعنى الديني يا لا نحكي اللي صار في تونس بحق ماهوش عادي. والله الواحد ولا يتمنى يروح يتمنى يروح وراقد يقوم ينوم يلقى روحه يحلم لانه بالحق تونس مشات 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 مشات. الحق اللي عايشين في تونس وما ينجمش يكون حقيقه. ما ينجمش يكون واقع باللي اعطيني شنو اللي ماهوش واقع مش حقيقي. اوكي داكورد اختي غانم. نحكيو على انعدام الدوله مش استنكار الدوله انعدام الدوله.
بربي هذوما كتقولي في قرارات، القرارات تكون يا خوهم بالاساس المسؤولين ولا احنا عندنا مسؤولين في تونس؟ ما عندناش مسؤولين في تونس، على ناس ينجموا يكونوا كل شيء غير انه مسؤولين. لاخر سمح لي طلع لي الدنيا على مربي ثلاثه بعضها يتقرقع تحاشى المحل ثلاثه وجلال، هو يقول الحجر الصحي الشامل ما يجيش، اني ما عنديش امكانيات، اني سامحني انت مسؤول مكش عامل فيك تقالي حل، اني كمواطن احنا حاطينك غاد او حطوك اللي حطوك مش تعمل فيا عايش تبارك تقالي حل، انت لازم تلقى حل للمواطن انك مكش عامل فيك، انت في المقابل عندك امتيازات في البالة. انا نحب نرسخ الفكره هذه يا مسؤولي راكم مكمش يا عاملين مزيد، تقولي احنا قاعدين وقاعدين لكم تلقى حل، مش على كيفك يبارك فيك تلقى حل، انت قاعد تلقى في حل مش مزيد يرحم والديك، في المقابل تخفي امتيازات تخفي نفوذ تخفي فوفاخ تخفي كل شيء، دونك لازم تلقى لي حل، الحل تقولي اعملي وديلي، يعملكم في راس بغاسي بين الشعب الكنسات الاخر يقول لك نمشيو على الساكن حمد ماشيين فيها، الساكن مشينا فيها عندنا سوق العام، الساكن عملناها كل شهر كل كذا كل كذا، المواطن استهتار مش استهتار، غادي من الاستهتار، المواطن سامحني كيفاش تحبوا يطبق القرارات يقولون المسؤولين او اشبه المسؤولين، وهم بالنسبه لي ما سماش مسؤول، اخر حاجه تهموا مسؤول قاعد يحكم فيه، الاخر العباد قاعده تموت. لعبت قاعدة مطرش في الكياسات شوية الأخ مسكين هزمه على كرسيها الأخ يلوش اكسجين وماء قدام السبيطار والأخ يحكي على الدستور 59 الدستور 59 أوكي مي مش وقته وفات الدير تحكي لي عليه اليوم حشكون أحكي لي على الموت اللي قاعد يموت أحكي لي على الهم اللي قاعد نعيش فيه أحكي لي على تونس اللي تدمرت أحكي لي على تونس اللي عباد تحب تهج مش تحب تخرج من تونس اليوم التونسي مش يحب يخرج لا جد بيها يحب يهج راي تونس راي بلادنا امنا كي تمرض يلزم نقفوا معاها وما عندناش عليها مزية امنا شادين هيدين ناس ما تخافش ربي ناس ما تخافش ربي في امنا كلاواها دقت قال احنا نعطي امنا دمنا وروحنا وكل شيء وما عندنا حتى مزية منهم يسيبونا امنا هما اللي دواها امنا اللي دواها لا خلونا احنا نداوي احلى مجتمع المدني من الداخل ومن برا نحب نقف مع امنا اللي في الامر احنا امنا شكوني امنا تونس هي احنا تونس كي تصح تونس احنا صحوا كي تموت تونس احنا نموتوا هذوما احنا التوانسه بالحق ولاد البلاد مش هذوما الناس هذوما اللي يقول يحكي لي 59 شو يهمني فيه اني بوزيه 59 احكي لي على امي اللي بتنشف الفرش احكي لي على بابا اللي عنده بابا اللي في اكسجين احكي لي على الصغار ولو يموتوا اليوم احكي لي على الدجين اللي المفروض يكونوا يحلموا بغدوه وقاعدين يموتوا كل نهار انت كمسؤول فيش مسؤول خي كلمه المسؤوليه كلمه قال باش تقعد عليها فوفواغا إذا أنت غير قادر باش تاخذ قرارات يلزمك تاخذ القرار يلزمك تلقاها ماكش عامل فيا أنت قاعد تاخذ امتيازات بالبالة في المقابل تقولي ما قلتش أمور اجتماعية كي تحب تلقى أمور مادية للكراهب و هاك تلقى كي تحب تمشي إمكانيات مادية في حاجات معينة هاك تلقى ما كيش تلقاي تعويضات ما تلقاهاش إذا أنت ما تلقاليش حلول باش نعمل بيك أني مسؤول أنا إذا اليوم ابتلاني ربي بمصيبه كيما هذه وما لقاكش انت مسؤول باش تلقاي الحلول انا شنو نعمل بيك؟ انت كي تحط راسك على المخده كمسؤول قاعد في القدام قاعد يجيك ندوم المشكله مش العباد قاعده تموت العباد كل لحظه قاعده تموت كل ساعه قاعده تموت كل لحظه قاعد واحد يموت كان هو يموت مش مشكله من المشكل بوه قاعد يموت قدامه امه قاعده تموت قدامه والاوت اختي الغالي من هذا كل الاوضاع ماشيه للاسوء تحكي لي تقول في جوال بدات تشتغل بالطلاقيه وين شو خرج وجويله شو خرج وقوت شو خرج واحنا ارواحنا شو تخرج ماهيش اللي بكساش تجي مشكور مجد على المداخلة مشكورين الناس اللي قاعدين يتفاعلوا في إطار هذا الموعد أكيد ما زلنا باش نتواصلوا معاكم على 31 380 1058 550 706 نحكيوا في إطار الموعد هذايا وفي إطار زادة تفاعلات الناس اللي قاعدة تبعث لنا في المساج يقول لك في بعض الفارماسي دينار وميتين دينار بالنسبة للبافيت دولة اللي تحترم نفسها مفروض توفر البافيتات للناس اللي ما عندهمش الامكانيات اليوم فما ناس قاعده تقترح زياده باش ناخذ رايك مروه تقترح انه الدوله تجيب لي فاكسان ناس تشري لي فاكسان البارح حكينا في الموضوع هذايا حتى الناس اللي عندها الامكانيات قادره انها تلقح نفسها وتشري التلقيح للناس الاخرى اللي ما عندهاش امكانيات تقول لي سيرين البارح تقول لي التلقيح هو من مسؤوليه الدوله ومن مهام الدوله ولابد انه يكون مجاني كيما في المدارس
انه نلقحوا على الهباتيت، نلقحوا على كل الامراض ونحن صغار، مفروض تلقح زاده على الكورونا والكوفيد والوباء هذيا. بالضبط، ما ينجمش يكون التلقيح نتاع الكوفيد بالفلوس وناس تشري تلقح هي وناس تشري باش تدخل باش تلقح لغيرها، دونك هذايا يخرج معناها خارج مبادئ الدستور اللي هي الصحه للجميع والمجانيه نتاع الخدمات الصحيه، دونك غير معقول في الحقيقه باش يكون التلقيح بالفلوس، على خاطر هكاك باش نوليو في صراعات اخرى مع الازمه اللي احنا عندنا. ما تنجمش انت ناس عندها الفلوس وعندها لي مويان تلقح، والطبقات اللي ما عندهاش ماهيش باش تلقى الفلوس وماهيش باش يخلط لها مام التلقيح. بالعكس احنا توا قاعدين في منظومه فيها برشا عداله اجتماعيه، الناس كلها تقيد وحسب الاولويه وحسب الحاله الصحيه نتاعها، وقت ما يخلط لها الدور الناس الكل كيف كيف، فما على الاقل تحس ان الناس امان اجتماعي، وفما على الاقل نقص شويه من الازمه، خاطر ازمه كبيره نتاع ثقه توا زاد حكينا عليها سي مجد برشا، وجيعه قاعد يفسر فيها. راهو كان احنا باش ندخلوا في سيركوي اللي عنده فلوس يشري واللي ما عندوش فلوس يقعد يستنى شكون يشري له، راهو لهنا نحكيو بالحق على انهيار تام للمنظومه الصحيه، وهذه من الحاجات اللي ما لازمناش نخمو فيها. حاجه اخرى حبيت نقول، احنا صحيح فما منادات راهو في العالم الكل توا على التلقيح، صحيح فما بلدان في العالم اللي هي لقحت توا كيف ما البرازيل باغ اكزومبل قاعده تعيش في موجه اخرى، قاعده تمرض، ولكن الاضرار اقل. وكي تبدا ملقح بيان سيغ راهو التلقيح ماهوش مش ماكش باش تمرض، ولكن والا ماكش تمنع من العدوى، ولكن باش تكون الاخف الاضرار، الاضرار باش تكون اخف والاعراض باش تكون اخف. دونك هذايا مطلب العالم الكل، هات التلقيح وجيب التلقيح، واحنا نحبوا نعيشوا. معناها سي ماجد قداش عاودها كلمه نحبوا نعيشوا، دونك بالحق احنا نحبوا نعيشوا من قبل. هات خنقيدوا احنا الساعه على المنظومه نتاع ايفاكس، الساعه نقيدوا الناس الكل ونستناو دورنا لو طون اللي يوصل التلقيح. توا ولينا نحكيو مام حتى على بروبوزيسيون نتاع ثوازيام دوز نتاع بعض التلقيح. دونك العالم الكل توا قاعد يلوج، والبلدان اللي لقحت على بكري توا تحب تعاود تلقح تو سامبلومون، خاطر ما تعرفش الدوغي نتاعو التلقيح قداش باش يشد، اسكو 6 شهور والا عام، وعلاش اللي مرضوا زادوا عاودوا مرضوا بالسلالات الجديده اللي هي اسرع في الانتشار. دونك هذايا مطلب راهو عالمي، وتونس ماهيش معزوله على العالم باش احنا نطالبوا بحاجات وحدنا. صحيح ان الساق نتاعنا بطيء، صحيح فما تاخر في التلقيح، صحيح عندنا برشا وعود باش نوصلوا حتى ل 12 مليون تلقيح اللي هو عدد البوبولاسيون الكل، صحيح هذا كله مازال كلام داكوغ. احنا اليوم مع الكلام مستحقين براتيك سور دو نيفو، اول شيء التقييد وثاني شيء التلقيح كونكريتمون، ونسرعوا في المنظومه. راهو النسق نتاعنا ياسر بطيء، والنسق هذايا البطيء ماهوش باش يوصل حتى نتيجه، كانش لعدد الوفيات المرتفع، الناس اللي قاعده تفقد في العزيز عليها، العباد اللي قاعده تموت في الشارع. يعيشكم نضبطوا الناس الكل، نقيدوا وبعد ذلك نحترموا الاجراءات لو طون اللي يخلط لنا التلقيح. اكيد مازلنا باش نتواصلوا معكم في اطار هذا الموضوع. وعد سيب القاسم معنا على التليفون.